تصور انه كنتوا رايحين على زو بدل ما تلاقوا حيوانات لقيتوا اول شيء 15 seconds of culture لمعلوماتكم. اذا بدكم تفرجوا ثقافة شعب ما بتعملوا مثل ما عملوا الامريكان بال 1904 اللي استوردوا 1300 بني ادم من افريقيا والفلبين تيعرضوهم للعالم. بعتذر من هول العبارات الثقيله والحساسه بس هذا بالضبط اللي صار. والاضرب انه كان يجي كثير عالم تيتفرجوا عليهم ويزتوا لهم اكل، وهدف هذا المعرض كان يفرجوا قوه الغرب على هول الناس المعطره.